مسلم سلام الله عليه لما جابوه من بعد المعركة، طبعا جابوه وهو ينزف من الدم، لأن المعركة أخذت أثر من عنده بالجراحات، وخصوصا الجرح اللي في فمه، شفته العليا مقطوعة والسفلى أسرع السيف بها وأسنان نصلت وقعت، وهو بها الهيئة والجراح الشجر والطعن والسيوف أخذت أثرها من عنده، أخذت كل هالسيوف أثرها من عنده، إلى أن جيء به وهو متهالك متداعي. أوقفه وين؟ بباب قصر الإمارة، كان بحالة من العطش الشديدة، طلب ماي. التفت لمسلم الباهلي قال: انظر إلى هذه القلة، ما أبردها وأحلاها، والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم. غريب يعني، غريب يعني، تتصور ترى هذا هالنماذج موجودة في كل عصر، يعني هيك نماذج ما يخلو منها عصر من العصور أبدا، ولا مصر من الأمصار يخلو من عدها أبدا. وإلا مثلا المفروض أن هذا الرجل يعرف من هو هذا، يعرف مكانته، يعرف بيته، يعرف من أجل أي شيء قتل، من أجل أي شيء انجرح، من أجل أمة. المهم مسلم قال له: أنت أولى بها صليا مني يا ابن باهلة. عمر ابن حريث واقف ود غلامه، قال له: علي بماء. جاب له قلة، سكب له الماء وقد طال قدح ليشرب، أدناه من فمه امتلأ القدح دما، مرة ثانية امتلأ دما، بالثالثة سقطت ثنيتاه في القدح. قال: الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. نحى وأدخل على ابن زياد. لما دخل التفت للحرشي قال له: أراك ساكت، ما تسلم؟ ليش ما تسلم على الأمير؟ قال: اسكت ويحك، ما هو لي بأمير. التفت لعبيد الله قال: سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. التفت لمسلم قال له: إن قتلتني فلقد قتل من هو شر من من هو خيرا مني، أو من هو خير مني، وبعدين إنك لا تدع سوء القتل وقبح المثل ولؤم الغلبة وخبث الشريرة لأحد أولى بها منك. تفتل عبيد الله قال: يا عاق يا شاق، أتيت إلى هذا البلد، ألقحت الفتنة وشققت عصا المسلمين. قال له: كذبت. أولا أنا ما شققت، الذي شق عصا المسلمين وبدد وحدتهم معاوية وابنه، مش أنا. وأما ما تقوله من أني أنا جئت، نعم أنا جئت وألقحت الفتنة، الفتنة ألقحها أنت وأبوك زياد ابن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال: لقد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. تفتل مسلم قال له: من أهله يا ابن مرجانة؟ منو تصور الأمر هاي؟ يعني تقصد الخلافة أو تقصد الحكم؟ من أهله؟ قال له: أهله أمير المؤمنين يزيد. قال: الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. عاود عليه السؤال، قال له: لماذا جئت إلى الناس فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم؟ التفت لي هنا موضع الشاهد، قال له: ما لهذا جئنا، ولكنكم أظهرتم المنكر ودفعتم المعروف وعملتم بالناس بأعمال كسرى وقيصر، وهذه الأشياء كلها دفعتنا أهل هذا المصر، زعموا أن أباك قتل خيارهم. شوف هذا الفساد في الأرض،
اشتبقى شرارهم، جعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم، التفت لي للنقطة، ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك، إحنا أهل ذلك. قال: ما أنت وهذا وأنت بالمدينة تشرب الخمر؟ هذول الرخاص، شو تسوي أنت؟ تعامل لك واحد، تتكلم يا واحد رخيص، الرخيص من النوع هذا تسوي له؟ لأن هذا اللي ما عنده كرامة وما يهمه أن يكذب، ما يعني ما يهمه أن يفتري. هذا تأمل علمه يقول لمسلم، والحال مسلم من فقهاء أهل البيت، فضل هاي كتب السير لكل المذاهب الإسلامية، إذا مرت بي شوف شلون تعطيه لهذا الرجل من صفات. قال: أنت هكذا بالمدينة؟ ثم ما وقف عند هالحد، شوف عبارة مسلم يقول له: ترى إحنا مجيئنا ما جايين نشق عصا المسلمين ولا نفرق وحدة المسلمين، جايين ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة. أنتوا فرغتوا الإسلام من محتوى المجتمع الإسلامي، خليتوه عاري، مبادئ كلها نزعتوها من عنده، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك، لأن الكتاب نزل في بيوتنا والسنة لجدنا. قام يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت له قال له: يا عدو والله اقضي ما أنت قاضي، يأذي ها كفاية الشتم، افعل ما بدالك. صح عاد، أين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران، قال: خذه بنفسك، وتولى ضرب عنقه، اصعد إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، إلى أن صار في أعلى القصر. قال لبكر ابن حمران: ويحك، امهني وصلي ركعتين. صلى ركعتين، لما فرغ من الصلاة أدار وجهه إلى طريق الحسين، صاح: السلام عليك أبا عبد الله، إن ابن عمك بين أيدي القوم لا يدري متى يقتل. عند ذلك ضربه بكر ضربة لم تعمل فيه شيئا، فقال له مسلم: أما في خشية مني وفاء لدمك أيها العبد؟ ضربه ضربة ثانية فبان رأسه عن جسده، أخذ الرأس وحمل الجسد وألقي الجسد من أعلى القصر إلى الأرض. قدر قضى وشاعت أخبار، رموه القوم من قصر الأمارة. عندما جاء الصوت كان الحسين في جرود، قام قائما على قدمه، قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. يقول المؤرخون: رجع إلى الخيمة، صاح: أخي زينب أخرجي لي طفلة مسلم. أخرجت إليه طفلة صغيرة ووضعها الحسين بحجره، جعل يمسح على رأسها. قالت: عام، أراك تصنع بي صنع الأيتام، وأبي بعيد عنا، لعل أبي قد استشهد. قال:
قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قال تعام أنت خير من أضلت الخضرة وأقلت الغبرة، ولكن يا عم ما أحلى البنت إذا نادى أبوها باسمها. تقل يا عم بوي وانا من زمان ما بين علينا، وجهك تغير ذاك وانا. العقيل كانوا في ذاك اليوم مجتمعين إلى الحسين، إلى جانب الحسين، وضعوا رؤوسهم على ركبهم واختنقوا بعبراتهم. تعرف أن ذول اللي كانوا إلى جانب الحسين كلهم انتهوا في واقعة الطب، يعني 14 واحد من آل عقيل ما بقي منهم أحد. ولذلك كان الإمام السجاد يقول إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. يحق لنصيب على أهل المجد ما تئم بدر تم بالبلوغ، وبدر ما تم عجد صياح منهم أبد ما تئم، بس ديارهم ظلت خلية أدركوا بالحسين.